جينا من الزيلان غادي لاكادير جينا مع 8 ونص 9 دولار وخارجين طلع الكورتي طلع 3 البلايص غادي لاكادير مشاو الكوسا اللور ما نعرفهم ما خرج تنخرج انا من الباب الصغير حتى جا عندي واحد السبيكتور قال لي سد البيبان وقف حدا سواق السلام وقفنا جاو البوليس حتى بدا يجبدوا لهم 4 جناوة داوم هذه هي المشكل اللي يعني تنعرف انا انت وقعت 9 دولار ما حسيتوش بشي حاجه مزيده لا لا مشاو اللور في شتوم انا راه خارج انا من هذا الباب الصغير انا بحال بغيت نطلع تجي واحد السبيكتور قال لي يا ودي سد الباب هادشي اللي كاين سبنا من المحطه الطرقيه باب الزكالة في كار سميتو اتران ركبنا تجاه اكادير وفي البدايه ما كانت حتى شي اشاره على ان هاد الناس اللي كانوا راكبين معنا راهو مال المجرمين ديال امليل كانوا ناعسين وكانوا محسنين اللحى ديالهم وهزين السلاح الابيض من بعد فاش جاو البوليس جابوا لي سيدي واحد في البدايه من بعد جاو البوليس الاخرين وشدوهم قدام اسواق سلام هنا في باب الدكاله ودابا رجع الكار للمحطه الطرقيه وكنتسناو يتحرك ان شاء الله جبدوا لقاو السلاح الابيض عندهم اصلا في الخناشي مخبيينو وطلعوا كانت امور عاديه كانوا بوليس بزاف وحنا راه ما كناش شايفين الامر حيت رجعونا لقدام وسدوا الممر. دابا شو قال لنا حنا في هذا الكار اترا اليوم راه جينا من نازله الغاب شي 10 الناس ولا ما كامله كاع الكار عمر من مراكش فاش عمر الكار ديت راه ما بيه والو مسكين ولا الشيفور ولا حتى شي حاجه حيت انا جيت حدا الشيفور تنشوف كلشي ملي وقفنا في اسواق السلام جا واحد الدري من الشرطه طلع واحد من الامن طلع للكار واحد قلب تقلب بغى ينزل قال لي يمكن ما قاوي تيهضر في التليفون ديالو الله اعلم جا واحد اخر قال لهم لا جا الاخر تيجري هذا جرى نيت بالمعقول الله يعطيه الرضا ذاك الكوميسير اللي جرى في الثاني مشاو للور ديال الكار شدوا فيهم هذوك سميتو الارهابيين اللي ترهابين في الجناوه ديالهم وكل شيء ملي راكبين معانا علم الله شكون كانوا غينو يديروا لنا الحمد لله والشكر لله والامن وانتم الصحفيين وكل شيء الله يكثر خيركم هزين السيوف ملي عطيتو السيف ديال دا سميتو ملي بغاو يهزوا الامن داك الشيء السيوف جبتو عطيت الخنشه عطيتهم لي كيفاش درت لك البط ديالي المونطو ديالي تاو في ذوك السيوف ايوا راه المعنى اللي دازت علينا اليوم ما عمرها تنسى اول مره كنشوف هاد قوة البوليس تبارك الله والكوميسيريه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.